بي الأستاذ عبد القادر سليماني الأمين العام لاتحاد الجزائر الاقتصادي والاستثمار. أهلا بك سليماني، مساء الخير. مساء الخير مولود، مساء الخير لكم مشاهدي قناة النهار، شكرا على الاستضافة. يا مرحبا. كذلك سيكون معنا بعد لحظات البروفيسور مراد كواشي أستاذ الاقتصاد بجامعة أم البواقي. دعني أبدأ معك أستاذ عبد القادر سليماني من أنقرة إلى يلا متواجد معنا البروفيسور مراد كواشي أستاذ الاقتصاد بجامعة أم البواقي. بروفيسور أهلا بك، مساء الخير، جمعة طيبة لك. أهلا بك أخي مولود، تحية طيبة وسلام عطير لك وللمشاهدين الكرام. يا مرحبا، أهلا بك بروفيسور. أستاذ عبد القادر سليماني، دعني أبدأ معك فيما يخص هذه الزيارة مع المجر بعد أنقرة، زيارة هامة أيضا إلى المجر، كانت له محادثات مع نظيره في المجر قبل لحظات فقط. الوزير أحمد عطاف أشار إلى أن العلاقات بين الجزائر والمجر تاريخية، تعود إلى الثورة التحريرية المباركة هنا في الجزائر. فيه زيارة أيضا مرتقبة لرئيسة المجر إلى الجزائر، فيه اهتمام من الجانب المجري باستيراد الطاقة من الجزائر وتوسيع أفاق هذا التعاون. نقطة مهمة أستاذ سليماني أعتقد أيضا ستعلق عليها فيما يخص العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وهنا نتحدث عن اتفاق الشراكة بين الجانبين، عبر عن امتعاض الجزائر بخصوص ما آل إليه اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال أن الجزائر تنتظر من المجر مساهمة أيضا لشراكة جديدة بين الجانبين. أهمية كل هذا في إطار هذه الجولة أستاذ سليماني؟ صحيح، اليوم شفنا زيارتين مهمتين لرئيس الدبلوماسية الجزائرية. نعرف أنه اليوم الجزائر بدأت في استراتيجية جديدة، وهو الذهاب إلى يعني الشراكات البينية الثنائية الاستراتيجية والاقتصادية المبنية على البراغماتية وعلى الشراكات المربحة بين الجانبين. المجر علاقتنا تاريخية تعود إلى زمن الثورة التحريرية. المجر كذلك بلد مهم جدا في وسط أوروبا، وفي حديث كبير جدا أنه سيتم تزويد المجر بالغاز والمشتقات والبترول الجزائري، خصوصا الغاز الجزائري، لأنه فيه رؤية وهي زيادة طول يعني الأنبوب الجزائري المار إلى إيطاليا إلى غاية المجر وسلوفينيا وإلى ألمانيا. إذا اليوم الجزائر توسع من حصصها السوقية يعني الطاقوية في أوروبا. نعرف أن الجزائر تزود أوروبا تقريبا ب 13% من احتياجاتها من الغاز، بالإضافة إلى كميات كبيرة أخرى من الغاز المسال وخصوصا البتروكيماويات. إذا المجر اليوم أصبحت في سلة زبائن الجزائر في الغاز، وننتظر كذلك زيارة الرئيس المجر إلى الجزائر من أجل يعني التوقيع على العديد من البروتوكولات والاتفاقيات، خصوصا اليوم الجزائر تريد توسيع وتنويع شركائها الاقتصاديين من أوروبا بعد فشل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. اليوم الجزائر دخلت في اتفاقيات في ثنائيات، الجزائر البرتغال، الجزائر إيطاليا، الجزائر ألمانيا، الجزائر المجر، الجزائر تركيا، فهو بمثابة طريقة جديدة واستراتيجية جديدة محكمة مبنية على البراغماتية والشراكة. ممتاز الحديد. ممتاز أستاذ القادر سليماني، دعني أنقل هذه النقطة للبروفيسور مراد كواشي أستاذ الاقتصاد بجامعة أم البواقي. بروفيسور أستاذ سليماني يقول لك أنه الجزائر عوضت هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشراكات ثنائية مثل ما قال، مع إيطاليا، مع البرتغال، مع المجر، والكثير من الدول، مع ألمانيا أيضا. هل الجزائر عوضت هذا الاتفاق بشراكات ثنائية حقيقة؟ وأهمية هذه الزيارة إلى المجر لتوضيح الرؤى أيضا، أو توضيح الرؤية ونظرة الجزائر لاتفاق الشراكة مع الجانب الأوروبي؟ نعم، أعتقد أن الجزائر ربما حاولت الانتماء وربط علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، لكن رغم ذلك لم تكن هذه العلاقات لم تؤتي أكلها. يعني اتفاق الشراكة بعد مرور سنوات لم نشهد لا استثمارات أوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي ولا نقل للتكنولوجيا، بالعكس من ذلك الجزائر خسرت وتخسر مبالغ هامة كل سنة نتيجة للإعفاءات الجمركية المقدمة للسلع الأوروبية. الجزائر غيرت من استراتيجيتها تقريبا منذ سنتين أو 3 سنوات،
وذلك من خلال العمل على توطيد علاقات اقتصادية ثنائية مع بعض الدول. نتكلم على إيطاليا مثلا، نتكلم أيضا مع إنجلترا، مع بريطانيا، مع ألمانيا، مع البرتغال، أيضا مع تركيا والتي شهدت زيارتين لرئيس الجمهورية وأيضا زيارة للرئيس التركي هنا الجزائر. لكن أعتقد أنه لحد الآن لم نشهد أو لم تخرج علاقاتنا مع حتى مع هذه الدول من سياقها التاريخي التقليدي. مثلا العلاقات بين الجزائر وإيطاليا لم تخرج عن النسق الطاقوي. الجزائر حقيقة جعلت من إيطاليا منصة لتصدير الغاز الجزائري إلى أوروبا، وهناك مشاريع لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا، لكن لحد الآن لم نشهد استثمارات حقيقية إيطالية هنا في الجزائر، باستثناء مثلا مصنع فيات. نفس الشيء نقوله عن مثلا عن العلاقات الجزائرية التركية، رغم أن الجزائر ربما زادت من حجم تبادلاتها التجارية إلى أكثر من 5 مليار دولار مع بين الجزائر وتركيا، وهناك مشروع لزيادة حجم التبادلات لتصل إلى 10 مليار دولار. لكن لو لاحظنا مثلا الصادرات الجزائرية إلى تركيا تقريبا 96-97% هي عبارة عن صادرات طاقوية. بالعكس، نحن نستورد من تركيا الملابس والمواد النسيجية والمواد الكهربائية، ولم نرى استثمارات حقيقية تركية، على الرغم من أن ربما هناك تقريب 1500 شركة تركية، إلا أن لم نرى مشاريع تركية كبيرة يعني هنا في الجزائر، باستثناء مصنع وهران للحديد أو مصنع النسيج. نحن نطمح لأن تكون مساهمة شركائنا الاقتصاديين أكبر في القطاعات الاستراتيجية، خاصة نحن نبحث عن شراكات مثلا بين الجزائر وتركيا في قطاعات حيوية. نتكلم على صناعة السيارات، نتكلم على بناء البواخر، نتكلم على الصناعات الغذائية وحتى الحديد. يعني ليس من مصلحتنا أن نصدر مادة الحديد كمادة خام، بل من مصلحتنا إقامة صناعات تحويلية هنا في الجزائر. ونفس الشيء مثلا مع إيطاليا، إذا ننتظر الكثير، لأن نتكلم بصراحة الآن خاصة بعد إخفاق ملف الترشح إلى البريكس، الآن الجزائر عولت على شركائها، هناك مجموعة من الشركاء الذين نعول عليهم كثيرا، نتكلم خاصة على إيطاليا وتركيا والصين، ونطمح لأن نرى هؤلاء الشركاء يساهمون في التنويع الاقتصادي من خلال استثمارات حقيقية في قطاعات استراتيجية. نتكلم على الصناعة، الفلاحة، السياحة. مع الصين مثلا الاستثمارات الصناعية، الاستثمارات الصينية لم تخرج عن نفقها التقليدي، خاصة في مجال البنى التحتية أو المناجم والمعادن. هناك استثمارات صينية حقيقة في مجال سواء في غرب بلاد أو في شرق البلاد، في مشروع الفوسفات المدمج أو في مشروع بجاية في واداميزور، نتكلم على مشروع النحاس والزيك، ومشاريع البنى التحتية، نتكلم على ميناء الحمدانية أو مشاريع الطرقات والسكة الحديدية. لكن نحن الآن في الجزائر نبحث عن استثمارات صينية في مجال الصناعات الميكانيكية، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، في مجال الفلاحة، في مجال السياحة. هذا ما نطمح إليه لكي نخرج من علاقاتنا مع شركائنا من بوتقتها التقليدية، ونحقق استثمارات رابحة بأتم معنى الكلمة في تحقيق الإخلاء الاقتصادي هنا في الجزائر. فصلت في من كل الزوايا تقريبا بخصوص اتفاق الشراكة أولا، أو نظرة الجزائر إلى الاتفاق والشراكة بعمومها مع الجانب الأوروبي ومختلف البلدان التي أشرت إليها بروفيسور أيضا، وعلى ضوء هذا التحرك الدبلوماسي النشط بالنسبة للجزائر، هل جلت الجزائر ثمار هذه الجولات الدبلوماسية على أعلى مستوى التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى أيضا وزير الخارجية، وهذا التحول الصعب أيضا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية هنا في الجزائر وإقامة مشاريع هامة في الجزائر تعول عليها الجزائر كثيرا لإحقاق هذا التحول في طبيعة اقتصادها؟ أشير إلى هذا الخبر الظاهر أسفل الشاشة، ومع هذه الزيارة للوزير أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجيل الوطني بالخارج، الذي شرع في الزيارة إلى المجر بتكليف من رئيس الجمهورية. الوزير أحمد عطاف قال أن زيارتي إلى المجر تهدف إلى تأكيد تمسكنا والتزامنا أيضا بتوطيد العلاقات بين
الجزائر والمجر. طبعا نفصل أكثر حول هذه الزيارة وحول الزيارة التي قام بها أيضا إلى تركيا والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وتركيا بعد هذا الفاصل. ضيوفي الكرام تفضلا بالبقاء معي. ترحب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا من جديد بضيوفي الأكارم البروفيسور مراد كواشي أستاذ الاقتصاد بجامعة أم البواقي، متواجد معنا عبر سكايب. بروفيسور أهلا بك من جديد. وكذلك معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد القادر السليماني الأمين العام للاتحاد الجزائري الاقتصادي والاستثمار، أهلا بك أستاذ عبد القادر. مساء الخير. يا مرحبا أستاذ عبد القادر. العلاقات الجزائرية التركية ارتقت إلى مصف الامتياز، وتركيا من الشركاء الاستراتيجيون بالنسبة للجزائر. الوزير أحمد عطاف خلال هذه الزيارة إلى تركيا عبر عن طموح الجانبين الجزائر وأنقرة إلى رفع المبادلات التجارية إلى سقف 10 ملايير دولار، وأيضا أشار إلى تواجد عدد كبير جدا 1500 شركة تركية متواجدة في الجزائر توفر ما مقداره 30,000 منصب عمل في قطاعات متنوعة من الحديد والنسيج وغيرها من القطاعات. هل حققت الجزائر الأهم من زيارتها أو عفوا من شراكتها مع الجانب التركي؟ وهل هذا الرقم 10 ملايير دولار متاح للتحقيق في الأجل القريب؟ لا، هو الجواب هو حققنا المهم في انتظار الأهم، لأنه اليوم حجم العلاقات التجارية هو في نمو 30% في 2022، زيادة 30% في حجم التبادلات التجارية، رقم كبير جدا في لغة الاقتصاد. اليوم نتكلموا على 6 مليار دولار تبادلات بينية، نتكلموا على حجم استثمار مباشر قارب 5 مليار دولار، 1550 شركة تركية متواجدة في الجزائر، توظف تقريبا أكثر من 30,000 موظف، بالإضافة إلى أنه شركة سوناطرا كذلك تستثمر في تركيا في مجال البلاستيك، في مجال البتروكيماويات، وهذا شيء قليل وين نلقاه يعني في العديد، يعني قليل من الدول التي تستثمر فيها الجزائر. إذا الشراكة الجزائرية التركية أنا أنتظر أنها يعني تتوج باتفاق الشراكة الاستراتيجية، ربما حيكون في زيارة الرئيس أردوغان إلى الجزائر في الأشهر القادمة، شهر أكتوبر بالضبط. نعم، يعني بقي ربما شهر، ربما سننتظر توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجي، لأنه اليوم 12 قطاع موجود في خطة في يعني في اللجنة، لجنة التخطيط اللي كان حاضر فيها الوزير الخارجية بمعية وزير الخارجية التركية. 12 قطاع معناتها مهم جدا، خصوصا قطاع الأشغال العمومية، الري، المناجم. نعرفوا أن حتى اليوم تركيا تنتظر الدخول إلى في الاستثمار في المناجم، في التعدين، في الطاقات الجديدة والمتجددة. لا ننساوش أنه أوروبا تنتظر من الجزائر تقريبا 10% أخرى من الطاقات الجديدة والمتجددة، ونعرفوا أن الألواح الشمسية والطاقات الجديدة والسيارات الكهربائية لديها خبرة كبيرة يعني تركيا، ونعرفوا أن هناك سيارة تركية يعني تم اختراعها مؤخرا يعني، وهي زهرة الصناعة التركية. نعرفوا أنه كذلك الاقتصاد التركي قوي من ناحية الصناعة، ومن ناحية يعني أنه جاب من التكنولوجيا الألمانية ومن الاقتصاد الألماني تلك التقنية وتلك التكنولوجيا، وقام يعني بتوظيفها في تركيا، وهذا ما خلق يعني ملايين منصب الشغل يعني. لكن هذا في تركيا، حتى الدرونات الآن تركيا أصبحت رائدة في صناعتها وتصدر إلى أكثر من بلد. هذا النموذج التركي الآن في تجميع التكنولوجيا وأيضا إدماجها مع المتاح في تركيا، هل يمكن ربما استنساخ هذا النموذج التركي في الجزائر بالشراكة معهم؟ طبعا يا أخي مولود، يعني تركيا بدأت من الصفر يعني في التسعينيات، يعني كان هناك ربما الاقتصاد التركي في يعني كانت دولة مفلسة في نهاية التسعينات، يعني منذ قدوم الرئيس أردوغان كان هناك نوع من الإصلاحات في مجال الاقتصاد. إذا يعني المعجزة التركية لما لا يتم استنساخها هنا في الجزائر؟ لماذا؟ لأنه اليوم يجب إبعاد يعني هذا الشبح والبيروقراطية، وأنه حتى القطاع الخاص الجزائري لا يبقى متفرج وينتظر في يعني الاستثمارات العمومية، حتى القطاع
القطاع الخاص لديه جزء من يعني من المهمه، لانه القطاع الخاص راح الى 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 تركيا من اجل استيراد فقط المفروشات والالبسه، ولم يفكر ولا يعني مستثمر جزائري يعني على ربما عددهم قليل في الدخول في شراكات حقيقيه خصوصا في الصناعه الغذائيه. اليوم الشيكولاته والبسكويت التركي ينافس حتى يعني المنتوجات يعني الاوروبيه، يعني البتروكيماويات كذلك، الطاقات الجديده، الخدمات، السياحه. اليوم لماذا ما يدخلوش يعني المؤسسات والفندقيه التركيه كل المنتجات استاذ سليماني، كل المنتجات التركيه الان تنافس اكبر العلامات. انت تعرف انه في الجزائر مثلا الملابس الايطاليه والاسبانيه كانت تغزو الاسواق الجزائريه، بعد الطفرة في قطاع النسيج والملابس التركية اختفت هذه الملابس، وهذا القطاع النسيج التركي يحارب حتى وفرض نفسه حتى في هذه البلدان إسبانيا والسوق الأوروبية بعمومها. الوزير تحدث طبعا عن زيارة مرتقبة الشهر القادم لأردوغان إلى الجزائر، وتحدث عن شراكات جديدة تجمع البلدين. هل هذه الشراكات الجديدة التي تحدث عنها الوزير أحمد عطاف، تحدث طبعا عن مثل ما قلت الطاقات المتجددة والتعليم والتجارة وغيرها، هل سترقى هذه الشراكات الجديدة أو اتفاقية التعاون الجديدة بالبلدين إلى شراكة استراتيجية، وبما يحقق أيضا هذه الأهداف المسطرة من الجانبين؟ لا، كل مؤشرات تنبئ انه حتكون هناك اتفاقيات كبيره حتى ترقى الى اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه. لانه علاش؟ اليوم في الجزائر لدينا قانون استثمار جديد، لدينا مناخ وبيئه اعمال جديده، هناك حديث حتى على ولوج بنوك تركية في ميدان الفلاحة والزراعة، البنك التركي الزراعي ليدخل هنا في الجزائر من أجل الاستثمار. وأنت تعلم أنه العديد من المستثمرين الأتراك يعني مهتمين بالاستثمار في الفلاحة، في الزراعة الاستراتيجية مثل الزراعة الزيتية، زراعة الحبوب وزراعة أخرى. نتكلموا كذلك على الصناعات بكل شعبها، الصناعات الثقيلة والمتوسطة، الحديد والصلب. اليوم بفضل مصنع توسيالي استطاعت الجزائر يعني ان تدخل الى نادي مصدري الحديد والصلب، مصنع سايال في غليزان في الانسجه. اذا اليوم المسؤوليه تقع على عاتقنا نحن الجزائريين، لانه اليوم لدينا شريك مهم اذن عن علو كعبه. التركيا تسمى صين اوروبا لانه تقوم بصناعه كل شيء وباخفض الاسعار، وحتى هناك نوع من هجره الشركات الكبرى الفرنسيه والألمانية والإيطالية إلى تركيا. علاش؟ لأنه هناك وفرة لليد العاملة المؤهلة، هناك وفرة من حيث النقل واللوجستيك، هناك حتى تدعيم الدولة. الدولة التركية تدعم المستثمر سواء كان تركي أو أجنبي إلى ما لا نهاية. إذن اليوم يجب احنا كجزائريين قطاع خاص وقطاع عام أن يعني نرفع التحدي وندخل في شراكات مهمة، شراكات براغماتية وشراكات يعني عنوانها هو الربح. ممتاز ممتاز ممتاز. بروفيسور مراد كواشي، تركيا أبانت عن جديتها إزاء الاستثمار الحقيقي في الجزائر، والأرقام الأحسن دليل على ذلك. نتحدث الآن عن قرابة 6 ملايير دولار. تركيا أزاحت البلدان التي كانت تزعم أنها تبعث استثمارات ضخمة في الجزائر، وطبعا هي بلدان تقليدية تحدث عن الضفة الأوروبية، وأصبحت تركيا المستثمر رقم واحد هنا في الجزائر. الوزير تحدث عن تعميق، هذا يكفي؟ قال الوزير له، تحدث عن تعميق هذه الشراكة مع الجانب التركي، وتحدث عن توقيع اتفاقيات شراكة جديدة بين الجانبين الجزائر وأنقرة في مجالات جديدة أيضا، تحدث طاقات متجددة، المناجم، الزراعة الصحراوية والصناعات الصيدلانية. هل كل هذا سيحقق هذه النظرة التفاؤلية من الجانبين إلى تعميق الشراكة والتعاون والاستثمار في كل شيء تقريبا؟ أخي مولود، يعني لو نتكلم بكل صراحة يجب أن نكون أكثر براغماتيين في علاقاتنا الاقتصادية. تركيا هي دولة اقتصادية عندها اقتصاد كبير جدا،
احتل تقريبا المرتبة 11 عالميا. صحيح. هي دولة متطورة، وهناك خطة من طرف الأتراك لأن يدخل الاقتصاد التركي ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم، ربما في غضون سنة أو سنتين. التبادلات التجارية تطورت بين البلدين، هي تجاوزت تقريبا 5 مليار دولار. لكن لو نتساءل ماذا نصدر نحن لتركيا، يعني نصدر مواد طاقوية فقط، وبالعكس فإننا نستورد. ربما تركيا الآن حازت على حصة كبيرة من السوق الجزائرية. نفس الشيء مع الصين، يعني الصين الآن تسيطر تقريبا على 17% من السوق الجزائرية. لكن ما نطمح له نحن الجزائريين الآن هو استثمارات حقيقية بالأرقام، ليست مجرد وعود في كل مرة. الحمد لله ربما علاقات السياسية والتاريخية بين البلدين هي علاقات راقية جدا. هناك زيارتين للرئيس الجزائري إلى تركيا، آخرها في جويلية الماضي. هناك زيارة لأردوغان إلى الجزائر. هناك تنسيق من الناحية السياسية على أعلى مستوى فيما يتعلق بقضايا ليبيا وتونس وقضايا الساحل وقضية فلسطين إلى غير ذلك. لكن نتكلم بكل صراحة من الناحية الاقتصادية، أنا لم أشهد استثمارات كبيرة على في قطاعات حيوية واستراتيجية تركية أو صينية هنا في الجزائر. ممتاز دكتور. هذا تساؤل صادق مشروع منك دكتور، لأنه مثل ما ذكرت تركيا الآن طموحة لأن تصبح من بين أكبر اقتصادي 10 اقتصاديات في العالم. كيف يمكن أن نستفيد من هذا الشراكة المتميزة مع الجانب التركي في مختلف القطاعات؟ نتحدث عن قطاع النسيج، تركيا تستثمر بمبلغ هام وبمشروع ضخم في غرب الجزائر، لكن هل يمكن أيضا افتكاك استثمارات أخرى في الأحذية في النسيج وغيرها، عوض أن نستورد هذه الملابس من تركيا نصنعها هنا في الجزائر بالشراكة مع الأتراك؟ ممكن هذا؟ وأين الخلل؟ وهل هناك نوع من الثقل في تحقيق هذا النوع من الاستثمارات؟ أخي مولود، شركائنا الاستراتيجيين لحد الآن سواء كانوا الإيطاليين أو الأتراك أو الصينيين استفادوا بحصة كبيرة من السوق الجزائرية، هذا أول شيء. ثاني شيء، ما نصدر لهم تقريبا هما صادرات طاقوية يعني. ثالث شيء، حجم الاستثمارات هي قليلة، يعني الاستثمارات التركية في الجزائر ربما في حدود 5 مليار دولار. سوناطراك لوحدها ما تستثمره في تركيا تقريبا 2 مليار دولار. يعني إذا أنا تركيا هي دولة متطورة جدا. أنا أريد كخبير اقتصادي أتمنى أن أرى تركيا مثلا في مجال السياحة تستثمر هنا في الفنادق السياحية هنا في الجزائر، تستثمر مثلا نستفيد مثلا من تجربة بريتش أيرلاينز أو شركة عفوا تركيش أيرلاينز. يلا في خلل مع الضيف، سنعود إليك من جديد. دكتور عبد القادر، أستاذ عبد القادر سليماني، تساؤل مشروع ومنطقي طرحه البروفيسور مراد كواشي. نريد أكثر من هذا، نريد مبالغ أكبر. تركيا اقتصاد، لديها اقتصاد ضخم، لديها شركات كبيرة، ولديها أيضا خبرة في مختلف المجالات. هل يمكن افتكاك مشاريع كبيرة أخرى من الجانب التركي هنا في الجزائر، ما دامت الجزائر أيضا بيئة خصبة وتحتاج إلى استثمارات أيضا كبيرة وكبيرة جدا في مختلف المجالات؟ الإجابة هي أنه نعيب الناس والعيب فينا الأخ مولود، لأنه اليوم تركيا يبحث دائما عن مصلحته، يبحث دائما عن، وأي مستثمر يبحث عن مصلحته في النهاية. بطبيعة الحال، لأنه اليوم إذا ما كانش هناك نية، اليوم إذا لقينا البيروقراطية تعشش في الاقتصاد الوطني، إذا جاك هنا نعرف أن مستثمرين أتراك هنا يبحثوا عن العقار الاقتصادي الأخ مولود، فيجدون مستودعات، يجدون مستودعات هنا في حدود يعني بومرداس الجزائر، يعني يكروها بأسعار مضاعفة. لماذا هذا التمييز؟ اليوم يجب تكون هناك خطة تخطيط من اللجنة للتخطيط في مختلف المجالات من أجل فتح المجال
وتمويل ومرافقة الاستثمار التركي. اليوم العيب فينا أننا نحن من نعيق الاستثمارات الأجنبية، نريد أن تبقى فقط تجارة من أجل تهريب العملة، ليكون واضحين، لأن تبقى دائما إسطنبول كوجهة من أجل استيراد يعني النسيج بفوطارة زائدة. فاليوم علينا أن نضع خط الطريق مع الجانب التركي في أعلى المستويات، إرادة سياسية موجودة. الشباك الوحيد هنا دور تاع الوكالة الجزائرية تقيت الاستثمار، بس هما يروحوا. يا أستاذ سليماني، لماذا لا نعمل مثل ما عملت تركيا الآن في حديث الآن على إنشاء شركة في غضون 24 ساعة في تركيا؟ لماذا لا نستفيد أيضا حتى في هذه التجربة التركية أيضا في مناخ الأعمال، ونوفر نفس البيئة تقريبا للمستثمرين التركيين وغيرهم؟ لا أخي، نأمل اليوم لدينا وزارة للرقمنة، ولدينا كذلك لجنة عليا للرقمنة، أن ترقمن مجال المالية ومجال الاستثمار، وحتى الشبابيك الموحدة للاستثمارات الأجنبية التي تعمل تحت وصاية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أنهم هم يرافقوا المستثمر التركي ويروحوا يحوسوا معاه ويبحثوا عن أسواق ويبحثوا عن توقيع يعني توقيع شراء، يعني إما مع القطاع الخاص أو حتى هذه الفاترونات. اليوم إحنا دورنا كفاترونة وفاترونات اليوم أن نقف ونبحث عن المستثمر الخاص والفاترونة التركية ومجالس الأعمال، تفعيل مجلس الأعمال الجزائري التركي، وندخل ونورو لهم يعني أعماق الجزائر في الصحراء في الهضاب، نبينوا لهم حتى مزايا قانون الاستثمار الجديد. قال إذا رحت إلى الصحراء وتستثمر عندك 0% في مجال الضرائب، ما تخلص الضرائب لمدة 10 سنوات. هذا ما يحتاجه المستثمر التركي، أنك تروج للوجهة الجزائرية وتبدد مختلف العوائق البيروقراطية. اليوم إذا كان يعني جاء مستثمر تركي والإدارة الجزائرية تغلق أمامه كل الأبواب، فالعيب فينا وليس في المستثمر التركي، ربما إلى وجهات أخرى. وكإجابة فقط، اليوم حتى دور الجامعة، اليوم تكلمنا على التكنولوجيا، انظر إلى الجامعات التركية أين يعني مراتبها، أين اليوم المعاهد التكوين والجامعات الجزائرية كذلك عليها أن توفر يعني التكنولوجيا وتعطينا مؤسسات ناشئة، تعطينا ذلك البديل اللي نوجدوه في دول في الصين وفي أوروبا. على الأقل الشركة التركية عندما تدخل تلقى شركات مناولاتية، تلقى شركات ناشئة خريجة الجامعة الجزائرية لتمدها بكل مدخلات الإنتاج الوطني. ممتاز. عاد إلينا البروفيسور مراد كواشي، أهلا بك من جديد. طبعا كان هناك حديث في أكثر من جولة وزيارة، سواء لرئيس الجمهورية أو أيضا لوزير الخارجية أحمد عطاف، عن أرقام هامة. مع الجانب الصيني تم الحديث عن 36 مليار دولار كاستثمارات. مؤخرا أيضا عملاق ماليزي أيضا تحدث عن استثمارات أو نية لبعث استثمارات ب6 ملايير دولار هنا في الجزائر. مع الجانب الإيطالي، مع الجانب أيضا البرتغالي قبله، ونتحدث أيضا عن الجانب التركي والقطري عربيا. هل هناك نوع من البيروقراطية ما تزال تعرقل صراحة بروفيسور بروز وانطلاق هذه الاستثمارات من مختلف هؤلاء الشركاء في الجزائر؟ شوف أخي مولود، يجب أن نتكلم الآن بأكثر شفافية وبأكثر وضوح. معليش، الصينيين وعدوا باستثمارات 35 مليار دولار، نفس الشيء الأتراك، نفس الشيء الماليزيين، نفس الشيء القطريين، لكن حتى الشارع الجزائري الآن راه يتساءل أين هي الاستثمارات هذه؟ احنا ماذا بينا نشوفوا الاستثمارات على أرض الواقع، ما تبقاش مجرد أرقام وما تبقاش مجرد حبر على اتفاقيات فقط. أنا ماذا بينا نشوف القطريين استثماراتهم في على أرض الواقع، نفس الشيء الصينيين، نفس الشيء الأتراك، وحتى على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات هما مشكورين في كل مرة يعطيونا إحصائيات عن عدد المشاريع المسجلة. أنا ندائي الآن لازم يعطيونا إحصائيات عن عدد المشاريع التي تم إنجازها، لأن الجزائر الآن قانون الاستثمار تقريب فات عليه عام من الزمن، هناك إصلاحات على جميع المستويات، ما زالت اختلالات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالبيروقراطية، لكن نبحث الآن عن أرقام حقيقية، ما هي عدد المشاريع المنجزة في كل قطاع؟ ما تعطينيش عدد المشاريع التي تم تسجيلها وعدد مناصب الشغل التي سوف يتم خلقها. حتى على مستوى الجامعات،
في كل مرة يقول لك هناك عدد براءات اختراع في الجامعة الفلانية، سجلوا 200 براءة اختراع وتم إنشاء 200 مؤسسة لستارت اب. أعطيني عدد المؤسسات الناشئة التي تم إنشاؤها ومساهماتها وقداش توظف وعدد حجم الإنتاج تاعها إلى غير ذلك. الشارع الجزائري الآن ونحن أيضا كخبراء مولينا نطالب بالملموس، يعني ما نقدرش نضوك بعد صدور قانون الاستثمار نستنى 20 أو 30 سنة باش نحصل على النتائج. عام سنة سنتين لازم تكون هناك نتائج، سواء فيما يتعلق بالشراكات مع الأجانب أو الاستثمار على المستوى الوطني. يا أخي الوكالة الجزائرية للترقية في الاستثمارات من المفروض عندها إحصائيات، من المفروض بشكل دوري ما تعطيناش فقط إحصائيات عن عدد المشاريع المسجلة أو التي، لازم تعطينا إحصائيات دقيقة عن المشاريع التي تم إنجازها أو على الأقل نسبة الإنجاز. قال هناك مشروع معين في منطقة معينة نسبة الإنجاز وصلت 80 أو 90% أو 70%. نفس الشيء الشراكات مثلا مع الأتراك، بغض النظر عن المشروع الحديد اللي كما قلنا نحن كاقتصاديين دائما نكرر أنا ضد تصدير المواد الأولية أو المواد المعدنية كمواد خام. نحن نبحث عن إنشاء شراكات ومصانع تحويلية هنا في الجزائر، لأن القيمة المضافة للمواد المعدنية والمنجمية تكمن عند تحويلها وليس تصديرها كمواد خام. نفس هناك مشروع ثاني صحيح على للنسيج، لكن قيمة الاستثمارات التركية ككل يعني 5 مليار دولار، يعني ليست بالرقم الهائل ولا الرقم الذي يرقى إلى مصف العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين. والدليل أن سوناتراك لوحدها تستثمر في تركيا تقريبا 2 مليار دولار. أنا أود وأطالب أن نخرج الجزائر ما تبقاش فقط سوق لتصدير المنتجات التركية أو المنتجات الصينية، أو الجزائر هي مصدر للطاقة لنصدر الطاقة الغاز لتركيا أو إلى إيطاليا. نحن الآن حان الوقت الآن لكي ربما نضع شركاتنا الاستراتيجية على المحك، نتعامل معهم ببراغماتية. يا أخي عندك حصة من السوق الجزائرية، معليش تركيا الآن هي أكبر شريك، ثاني الجزائر هي ثاني أكبر شريك لتركيا في إفريقيا بعد مصر، لكن نحن الآن لم نشهد استثمارات على أعلى مستوى من تركيا في قطاعات استراتيجية سواء الصناعات المائية بناء السفن. إحنا أنا نتمنى نشوف مصانع تركية وصينية لصناعة السيارات هنا في الجزائر، نتمنى نشوف فنادق تركية هنا في الجزائر، نتكلم حتى على الصناعات الغذائية والتعدين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. احنا انا متمني نشوف صناعات واستثمارات صينية وتركية وإيطالية هنا في الجزائر في قطاعات حساسة اللي نحتاجوها من اجل تحقيق التنويع الاقتصادي، وما تبقاش الجزائر فقط سوق للمنتجات التركية او الصينية، ما تبقاش فقط مصدر للطاقة بالنسبة لإيطاليا. الجزائر الحمد لله وقفت لي مع إيطاليا في عز الأزمة الطاقوية، زود لها بكميات إضافية، لكن لحد الآن نتكلم بكل صراحة ونحن جزائريين كل يعني ما نقصوش الوطنية تاع أي واحد، باستثناء مثلا مصنع فياط هنا في الجزائر وإيطاليا ما كانش استثمارات حقيقية ذات قوة في الجزائر. يعني نتكلم بصراحة نفس من تركيا والشيء بالنسبة للصين، الصين استفادت من مشاريع هامة هنا في الجزائر سواء فيما يتعلق بالبنى التحتية أو في المناجم، لكن نبحث الآن عن استثمارات صينية في مجال الصناعة، في مجال الفلاحة، في مجال السياحة، تحقيق الأمن الغذائي، في مجال التكنولوجيا. هذا ما نطمح له، لأننا نعتمد على إحنا لا نوطد علاقاتنا مع شركائنا الاستراتيجيين وارتقاءات شراكتنا معهم إلى المصف الاستراتيجية. نتكلم خاصة على الصين وتركيا ونتكلم على إيطاليا، لازم يعاونوا ثاني الجزائر في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، تحقيق التنمية. صحيح كما قال صديقي الأستاذ سليماني أننا كاين ثاني عيب فينا يجب إصلاح الخلل الداخلي، صحيح أنا موافق لأن ما زالت هناك بيروقراطية لذلك، لكن أعتقد أن الجزائر أيضا قامت بإصلاحات عديدة فيما يتعلق بمجال الاستثمارات في مجال البنكي. هم أيضا عليهم أن يقوموا بدورهم على أحسن وجه فيما يتعلق بالاقتصاد الجزائري. ممتاز ممتاز. في أقل من دقيقتين أستاذ عبد القادر سليماني، هل هذه الإصلاحات كلها لم تجد طريقة لاستقطاب مثل ما قال البروفيسور أكبر استثمارات حقيقية في الجزائر في كافة القطاعات؟ أين الخلل بالضبط؟ منح العقار، تسهيلات فيما يخص بعث هذه الاستثمارات على ضوء قانون استثمار جديد، وأيضا تحدث عن إصلاح ضريبي وغيرها. هذه الإصلاحات كلها ألم تجد طريقا لتغيير هذه المعطيات؟
أشكر البروفيسور كواسي على تحليله الموثق. شوف اليوم يجب مراجعة أنفسنا، ويجب مراجعة سياسة الاستثمار الجزائرية وإبعاد أولا الإدارة. اليوم إذا كان جاك مستثمر وتبحثوا إلى والي باش يعطي له يعني البيروقراطية ويعني يطلب منه رخص الاستغلال والرخص، ويا أخي اليوم 24 ساعة في ألمانيا وفي ساعتين ربما في الدول الخليجية تستطيع أن يعني تنشئ شركتك وتبدأ في العمل. اليوم يجب أن يحظى الاستثمار برعاية خاصة من أعلى السلطات مباشرة إلى أرض الواقع دون المرور على أي إدارة، أكررها دون المرور على أي إدارة، هكذا باش نوسعوا ونسرعوا في عملية المشاريع الاستثمارية، وعلى الأقل نستغلوا يعني العلاقة الطيبة مع يعني الدول الصديقة. وحتى في مصطلح الاقتصاد ما فيش دول صديقة، هناك دول شريكة الأخ مولود. اليوم البراغماتية والمصالح الكبرى هي اللي تفضل يعني دولة على دولة. حجم الاستثمار الأجنبي اليوم، الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر تهاوت إلى درجة غير معقولة. إذا يجب ترشيد الاستثمار والتعويل على السلطات العليا في الدولة أنها تهتم مباشرة دون تدخل الإدارة في عملية الاستثمار. ممتاز، نقطة جد مهمة، أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد القادر السليماني الأمين العام للاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار. جزيل الشكر موصول لك بروفيسور مراد كواش أستاذ الاقتصاد بجامعة البواقي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لكما.